الباب الثاني أول القرآن ترتيب القرآن عندنا الآن الفاتحة ثم سورة البقرة آل عمران النساء وعلقة تمشي تمام. أول نداء في القرآن في هذه الآية يا أيها الناس، إذا أول نداء في القرآن نداء إلى التوحيد، وأول فعل أمر في ترتيب القرآن أعبدوا يعني وحدوا أمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن في هذه الآية فلا تجعل الله أندادا نهي عن الشرك. الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى ثلاثة أقسام، مؤمن صلى الله عليه وسلم وثنى بالكافرين وثلث بالمنافقين، وأطال الله سبحانه وتعالى في وصف أهل النفاق. لماذا؟ لم يلتبس أمرهم على كثير من الناس. صحيح يحسب تظن أن فيهم إيمان، نعم تحقرون صلاتكم إلى صلاتي، يظهر الإيمان يبطل الكفر. ثم الله سبحانه وتعالى جمع الجميع بقوله يا أيها الناس، من الناس؟ مؤمن كافر منافق. أول نداء نداء للتوحيد، اعبدوا أي وحدوا. لماذا نعبد الله سبحانه؟ قال اعبدوا ربكم، منفرد بالربوبية لا بد أن يفرد من عباده، الذي خلقكم ورزقكم وأمدكم بالنعم وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب، والذين من قبلكم يعني خلق الذين من قبلكم، لا خالق إلا الله. ثم سرد الله سبحانه وتعالى الأدلة التي تدل على انفراد الربوبية واستدل بهذا على الألوهية، ثم ختم الآية بأول نهي فلا تجعل الله أندادا شبهاء نظراه مثلا، فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ما؟ تعلمون أن الله هو المنفرد سبحانه وتعالى بالربوبية، فكيف يعبد غير الله؟ الند أخفى من دبيب النملة، والشرك الأصغر أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء. تقول والله وحياتك والنبي وحياتي وروحي وأمانة صحيح، وفي رقبتي والصغار يعلمهم هكذا، المهم صح أين؟ وبعض الناس تحلف له أو يقول أحلف لك بمن؟ كيف أحلف لك بمن يا رجل؟ إيش اللي عندكم قلنا هذه الكلمة؟ نسينا ايش اللي يقولوا كلمة عندكم حالف لغير الله قلنا عليها عندكم النبي؟ لا نسيت نعم رأس الأب لا غير رأس الأب نعم